أثارت الفنانة التونسية هند صبري جدلا واسعا بعد إعلانها خبر المشاركة في نقل 22 مومياء مصرية، حيث اعتبر كثير من المتابعين وبعض الفنانين أن اختيارها غير موفق، وانطلقت تساؤلات حول السبب في عدم اختيار ممثلة مصرية. ينضم إلينا من القاهرة آدم ياسين، صحفي مختص في الشؤون الفنية. أهلا بك معايا آدم. أهلا والحقيقة يا سلمى، أهلا أهلا يا بيك. آدم. يعني أنا الحقيقة كنت عايزة أبتدي بشكل يعني نسألك عن رأيك. خلينا نبتدي من ناحية برضو مضيئة شوية. خليني أسألك عن رأيك في اختيار الممثلين واللي سمعنا عنهم حتى الآن، سواء يسرى أو ليلى علوي أو منى زكي أو حسين فهمي وغيرهم، بشكل عام في مشاركة في حدث هام وكبير بيشهده العالم زي الحدث ده. والله هي يعني خلينا نقول ان الموضوع ده هو موضوع شكل تشريفي، شكل نعم كرنفالي احتفالي، يعني ما فيش داعي ان احنا نصبغه بصبغة شوفينية او مثلا حد يطلع يقول طب ليه اخترته هند صبري لانها تونسية الاصل انها تطلع مثلا تشارك. يعني ده رأيي، يعني رأيي ربما بعض الناس تشوفه فيه قدر من التعصب ولا الشوفينية، بس رأيي ما فيش مانع منه، بس ما يحتملش الأمر عصبية وعنف وحدة في طرح طب الرأي والرأي ايه المعارض. يعني أنا تفسير خدت ده بالي، يا آدم؟ يعني هل مفهوم بالنسبة لك ايه اللي بيحصل ده او ليه؟ عادة الفكر الشوفينية او يعني زي ما بيقولوا ايه، يعني في تعبير فرنسي كده بيقول اللي هو ايه حدة الوطنية او الوطنية المفرطة، الموضوع ده موجود، او الالتراس اللي هم الالتراس ناسيوناليست او الانسان اللي هو عنده قومية او وطنية زائدة او بيرى ان هو من حقه يحتكر الوطنية او اي حد من اصل. يعني انت شفتي اكيد مثلا في الثورة لما كان مثلا يقول لك بلال الفضل ده اصله يمني، عمرو واكد ده اصله فلسطيني، مش عارف مين ده اصله، في اطار المكايدات والعراك السياسي كان دايما بيبقى فيه معايرات باصل الفنان سين او صاد او اصل الشخص ان هو لا يحق له التدخل او التكلم في شؤون البلد. فده ناتج دايما من مناخ عصبي، يعني المناخ اللي فيه قدر من العصبية والحدة عموما بيخلق هذا التعصب. يعني مش هتجدي مثلا في مناخ سياسي او في مناخ فكري او في ثقافه هادئه ما فيهاش، انما احنا الثقافه بتاعتنا مؤخرا اتعودت على فكره الحده في الطرح. يعني هو الفنان مصطفى درويش، لنقل خلينا ناخد الموضوع بشكله اللي حصل بالظبط، هو ممثل ناشئ اسمه مصطفى درويش، ربما يعني اتشهر اكتر بترنداته او اشتباكه مع احداث السوشيال ميديا اكتر من كونه ممثل مشهور، وده لا يعيبه، يعني عادي هو راجل بيعلق على الشأن العام. هو قال يعني هو الراجل عنده كده تاتش شويه شوفينيه فولكلوري، قال انا تقبل حد يدفن امك ما يكونش من اصلك او من عيلتك؟ حول الامر ان هند صبري هي اللي هتدفن الموميا، هي مش مصريه، فعمل استخدم مقاربه شعبيه شويه. ده فكر شعبوي، ده بيحصل زي ما قلت لحضرتك في اطار التعصب او الحديه او المناخ اللي هو فيه نوع من الفرط شويه، الافراط في طب بس الشعارات او خليني اسالك الافراط على في حاجه يا ادم. يعني ليه يعني انت شايف ان دون في افراط في الاحساس بالوطنيه؟ طب ما احنا بنشوف فنانين بيشاركوا
على طول عمرنا. يعني انا وانت اكيد فاكرين مثلا وجود لطيفه وورده في الاوبراتات اللي بتتفرج عليهم أكتوبر، اكتوبر. هو في حدث بقى صحيح صحيح. وطني او مصري او قومي اكتر من اكتوبر ما شفناش بصراحه. وشفنا من ايام ورده ولطيفه كان بيبقى قاعد الرئيس مبارك وسوزان بيتفرجوا عليهم وما سمعناش الكلام ده طول صحيح عمرنا. صحيح. وشفنا ده برضو ايام السيسي، شفنا حسين الجسمي بيتكلم في وبيغني في مواقف زي كده وما سمعناش برضو الجدل الكبير ده، ما حدش قال والله لا انتوا مش مصريين ولا الاشارات دي. فلو الوطنيه المفرطه اشمعنى في هذه اللحظه تحديدا؟ اولا خلينا نقيس، اولا يعني احنا ما كانش فيه سوشيال ميديا وقت مبارك، فما نقدرش نقول ان هي مثلا حد اعترض، لان الاعتراضات كانت هتبقى في اطار صحفي، وبالفعل في اصوات خافته كانت بتعترض خاصه في جرائد المعارضه، وبتقول ان هؤلاء الفنانين اللي بيشاركوا في الاوبريتات الوطنيه بيشاركوا فيها من دافع ممالاه او نفاق النظام، لان هم ما يعني ايه اللي يخلي، يعني كان بيقال هذا الكلام خاصه في جرائد المعارضه. يعني انا فاكر جورنال الشعب اللي هو كان تبع حزب العمل وهو حزب اشتراكي اسلامي، كان بيقول وقتها ان مشاركات لطيفه في اخترناه، بالذات في اوبريت اخترناه، ده راجع ان لطيفه عايزه تحل ازماتها في مصر وتحل مشاكلها بالاقامه والعمل والنقابه، فبتغني كنوع من النفاق او ممالاه النظام القائم وقتها، مش عشان هي بتحب مصر او بتحب مبارك، او ربما بتحب مصر يعني، بس مش لدرجه انها تغني في اوبريت يمدح الرئيس. فكان الكلام ده بيقال بس كان على نطاق ضيق. وطبعا حسين الجسمي هوجم في اطار الخناقه السياسيه لما غنى هو بعد كان بشرة خير تقريبا الاغنيه، مش كده نعم ولا انا؟ ايوه طبعا، كل خصوم النظام المصري، كل من كانوا ضد 30 يونيو من كل الاطياف وقتها هاجموا حسين الجسمي طبعا، يعني في هجوم بيحصل. بس هنا الموضوع يعني بعيد شويه، هنا الموضوع شوفيني بحت، ملوش دعوه ما بالخناقه ده قصدي ان الخناقه اللي انت بتحكي السياسيه. فيها خناقه سياسيه، محدش صحيح اشار صحيح ليهم وقال لهم انتوا مش مصريين، ما تغنوش هنا، ما تمشوش في موكب مهيب زي كده، فاهم؟ يعني ده الفارق في المقارنه الان. يعني هو فكر شعبوي، يعني انا ما اقدرش اقيس بالظبط رد فعل، هل يعني انت قيستي رد فعل الناس؟ هل الناس معظمها رافضين لموضوع هند صبري؟ يعني انت تفتكري، تعالي نقيس بموقف حصل لهند نفسها لما عملت امبراطوريه مين، وهو مسلسل كان بيتكلم عن الثوره المصريه في وقت ما، كان في ناس كتير قوي خصوم للثوره وقتها، ناس قالوا وقتها كتير قوي، وانت اكيد تتذكري تونسيه ازاي وتتكلم عن الثوره المصريه وبتمدح في الثوره، الثورة دي مؤامرة. فحصل فيها موقف مشابه برضه، مش أول مرة نعم يحصل في هند صبري نفس الموقف، حصل فيها موقف. فهي دي ده شوفينية شعبوية، يعني هي سلوك مش محمود، او مش ناس مش مطلوب، بس لا باس بيه. يعني هو لو واحد بيقول رايه، اصل انا شفته تراجع، يعني انا ده بقى اللي انا بستغرب له، الانسان يتراجع بعد ضغط، وانا حاسس ان الضغط هنا مش ضغط مجتمعي، هو الفنان مصطفى درويش ما تراجعش عن رايه بسبب مثلا الناس هاجمته، لا هو حاسس ان انا يعني يخامرني شعور ان هو تراجع عن رايه بسبب ضغوط انتاجيه، يعني انت عارفه دلوقتي المشهد الانتاجي محتكر من جهه واحده، نعم فربما هي الجهه دي اللي حد رفع عليه السماعه وقال له هند بتاعتنا، وهند بتعمل مسلسل هجمه مرتده، وهند يعني فبلاش بلاش يعني تشيع هذا الجو، يعني في اخ كبير كده بيتحكم في المشهد الدرامي والإعلامي، هو اللي وصلت الفكرة يا آدم. بنشكرك كنت فهمت معنا من قصدي؟ القاهرة. اوكي فهمت، كل الناس فهمت. بنشكرك كنت معنا من القاهرة آدم ياسين الصحفي المختص في الشؤون الفنية، شرفتني يا آدم.